أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالنهج الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات وانتهاج الحوار الدبلوماسي والحضاري في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، مؤكدا سعادته أن هذا هو الخيار الوحيد لبناء عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة. وأعرب سعادة الوزير عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للعيش معا في سلام، انطلاقا من ثوابت المملكة التاريخية والحضارية والديمقراطية العريقة. وعبر وزير الخارجية عن فخره بالمبادرات الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في نشر ثقافة السلام وإرساء قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض على الكراهية الدينية، والتي جسدها إعلان مملكة البحرين وجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمبادرات الأخرى في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية التزام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج بالرؤية الملكية السامية للسلام وبرنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة للتعاون مع الدول على أسس من التفاهم واحترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتضامن الإنساني في مواجهة الأزمات. اليوم الدولي للعيش معا في سلام يوم تحتفل به مملكة البحرين كل عام لنشر ثقافة السلام بين شعوب العالم، فقد حرص جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في ترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات في مملكة البحرين، وذلك لدورها الفاعل في تعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والعيش معا في تسامح ووئام في إطار قبول الآخر واحترام التنوع الديني الثقافية. فقد جاء إعلان المنامة ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية ودور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واحتضان المملكة لمؤتمرات دولية وتقديم جوائز عالمية تفعيلا لغاية مملكة البحرين في نشر السلام والخدمة الإنسانية. وتعتبر الزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين تأكيدا على مكانة البحرين كمنارة حضارية في ترسيخ قيم التعايش عكستها هذه الزيارة التاريخية. وتبقى مملكة البحرين واحة مشرقة لتعزيز الحريات وحماية المعتقدات، وهي ماضية في طريق ترسيخ الحوار بين الأديان وتعزيز التعايش السلمي ومكافحة التطرف وخطاب العنف والكراهية بين جميع دول العالم.